براء. ايه اللي جابك هنا؟ وايه اللبس الزفت اللي انت لابسه ده؟ انت جاي في ورشه؟ ايه اللي انت بتعمله ده يا اشرف؟ وبعدين 5000 جنيه اللي انت بتتكلم عليهم دول؟ دلوقتي ابني ابنك ايه وزفت ايه؟ هتسددهم ازاي ال 5000 جنيه دول؟ ده انت الجنيه بيطلع من جيبك بيتكتب له عمر جديد، جاي تسدد 5000 جنيه؟ بودك ايه؟ مش عايز اشوف وشك هنا باللبس اللي انت شايفه ده حلو يعني من وجهه نظرك، عايزك تخلع من الدار. يلا يلا. انت فين يا حبيبي؟ يا حبيبتي نادر بيجي هو ومراته عمالين يسالوا عليك من الصبح. والله تعال يلا. طب لحظة واحدة وجاي لك. تفضل. يعني ما قلتليش انك عامل حفلة. ما جاش في بالي معلش. أمرنا يا دكتور. أأمر؟ مش كان في بينا ميعاد النهارده نقعد ونرتب هنعمل ايه في المؤتمر؟ مؤتمر؟ مؤتمر ايه؟ المؤتمر اللي هنعلن فيه تفاصيل التجربة. ايه ده؟ دول نص مليون جنيه. نص مليون جنيه تمن العملية اللي انت عملتها. انت بتقال ان انا مش هتاخد تمن عملية في حياتك بالشكل ده حتى لو عملت عملية انتحارية. انا مش عايز فلوس. انا عارف انت عايز ايه. انا عارف. انا عارف انت عايز ايه. بس ما ينفعش. هو ايه اللي ما ينفعش؟ ما ينفعش. ما ينفعش يا دكتور احمد. يعني بعد ما لقيت صاحب اهم ناس في البلد واكبر شخصيات اجي باليوم وليله اقول لهم انا القرد البوزديري اللي عمله الدكتور احمد الشراف في التجارب بتاعته. تعرف انا ممكن افحصك وبرضه هعمل مؤتمر ومن غيرك وهعرض شريط صغير عن الليمبي بتاع زمان والليمبي بتاع النهارده اللي انا عملته. بص بقى يا دكتور، انا محمد شاطر وشاطر قوي وانت عارف كده كويس وكله بفضلك، والشيك ده كان تمن العمليه اللي انت عملتها دي. بس خلي بالك انا ممكن العبك بوساخه، قضيه تترفع على دكتور عمل عمليه المريض من غير موافقته ساعتها شد من نقابه. ولا اقول لك على الكبيره بقى، احنا نقدم الاوراق والمستندات والتراخيص المزوره بتاعت الدكتور احمد الشواف اللي اساسا باسم سندس البنداري. تهيألي ده فجون. اظن دي ايه العبقريه دي كلها؟ تحياتي.
ده انت فكرت ورتبت كل حاجة تمام وما عنديش السعداد ان انا اتنازل حتى عن الكرافتة اللي انا لابسها. اقولك على حاجة نصيحة مني يعني. موضوع المؤتمر ده ياريت تعمله ديليت من دماغك. كنت مع مين بره؟ ها؟ لا كنت مع حد بره يعني كان في موضوع كده كنت بخلصه يعني. شغل برضه؟ انت مش قايل ان ده يومي؟ ايوه حبيبتي ما تزعليش. يا اهلا بيكم منورين بيتنا المتواضع انا وحبيبه قلبي نوجة ويا رب كده تحتفلوا بذكرى حبكم. بقولك قابش واحد بلدياتنا في خلية إرهابية اللي آخر عملية عملتها إيه؟ اللهم البواسير. Ha ha ha.